سيليكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم آراء الحمزة من سلسلة من وادي السيليكون. ضيفي لليوم محمد الجزائري من شركة مايديا جروب. أهلا وسهلا فيك محمد. أهلين أهلين فيك يا آراء، شكرا على يعني الدعوة والاستضافة، وإن شاء الله نقدر نفيد يعني إخوتنا وأهلنا بسوريا يعني بكل أنحاء الوطن العربي. شكراً لك على وقتك وعلى تلبيتك للدعوة. بداية ممكن نبدأ بأنك تعرفنا أكثر عن نفسك؟ أكيد، اسمي محمد الجزائري، أنا خريج هندسة معلوماتية من جامعة دمشق، خرجت تقريباً بال 2012، اختصيت بالذكاء الصنعي بال AI. يعني كانت دراسة بجامعة دمشق تقريباً 5 سنوات، درسنا فيها مواد متعددة العلاقة بالAI، مثل معالجة اللغات الطبيعية، معالجة الصور، هالقصص هاي. بشكل عام هذا التخصص تبعي. اوكي، من بعد ما درست الهندسة بدمشق، كيف وصلت لأمريكا؟ الرحلة كانت طويلة. أول شيء رحت على الجزائر فترة، قعدت فترة. طبعاً الجزائر فيها كمان تحديات كتير، لغة هنيك فرنسية وهيك، فاشتغلت أكثر شغلي كان أونلاين على ويب سايت اسمه freelancer.com. كانت تجربة حلوة، كمان قدرت أتعامل مع كاستمرز من كل أنحاء العالم. خلصت تقريباً 40 بروجكت على freelancer.com، كان تقييمي كويس. بعدها انتقلت على الأردن، اشتغلت لشركة اسمها سوق.com. هلأ أمازون اشتريتها للشركة، وكان كمان تجربة حلوة، كان دخلي كويس، يعني كنت مبسوط بالشركة، بس بنفس الوقت حسيت إنه مجالي أنا AI كان بعيد شوي عن شغلي اللي هو أكتر software engineering، وكان كمان الشغل شوي روتيني، فحبيت إني أطلع من الكومفورت زون تبعي وكون يعني أكتر دور على تشالنج جديد، تحدي جديد، ولو انه في مخاطره. كان في صديق لي اسمه معن، كان ساكن معي بالاردن، فطلع على امريكا مشان يدرس ماستر، وتميت على تواصل معه، يعني كنا اصدقاء يعني مقربين، كثير شجعني وحمسني، وحسيت انه it's a good investment، المصاري اللي معي اني استثمرون برحلة أمريكا وساوي ماستر هنيك. أوكي، حلو كتير. يعني معناتها بداية وصولك لأمريكا كان بدراسة الماستر؟ أول شيء يعني دراسة الماستر كانت مكلفة كتير بهذاك الوقت، ولهلا تقريبا يعني بدك أقل شيء $50,000 بالبنك حتى تقدري تقدمي على فيزا وتغطي تكاليف الماستر، كانت مكلفة كثير. فكان البديل لي اني اطلع اول شيء ادرس لغة انجليزية، حسن لغتي، اقدم الامتحانات تبع المتطلبات تبع الماستر مثل TOEFL GRE، بنفس الوقت اني ادرس لغة انجليزية هنيك بامريكا وتعرف على الوضع وكون اقرب على الجامعة يلي بدي اقدم فيها ماستر. هنيك طبعا البرنامج وان سمستر تكلفته اقل بكثير، يعني بحدود ال 10,000 ل $12,000. وهنيك ب ب ويست فيرجينيا بالمكان اللي كنت عم بدرس فيه انجلش، بلشت اتواصل مع الدكاتره، عرفت انه في شيء اسمه ريسيرش اسيستنت بوزيشن وتيتشينج اسيستنت بوزيشن. هدول البوزيشنز بالجامعة بيعطوكي scholarship، يعني بتصير ما بتدفعي أبداً، بيغطولك كافة مصاريفك للماستر، بلس بيعطوكي راتب كويس بيغطي تكاليف حياتك هنيك. بلشت أتواصل مع الدكاترة، أجلون أنا هيك كنت أشتغل software engineer، عندي experience ببuilding mobile apps، عندي كمان backgrounds بالAI. فتوفيت اني لقيت دكتور متخصص بالكمبيوتر فيجن بالاي اي،
وكانوا عم يشتغلوا على موبايل اب، فبدهم ناس سوفت وير انجينيرز ليساعدوهم بالاب. ومن هنيك اخذت بوزيشن اسمه ريسيرش اسيستنت، اشتغلت باللاب معهم، غطوا لي تكاليف الماستر تقريبا كلها، يعني دفعت $0 للماستر تبعي which is great. فبنصح اي حدا كمان حابب يطلع يدرس يطلع على هالبرامج هاي. يعني انت مش غالبا الناس اللي بتطلع حتى من جنسيات تانية بتكلفوا اول سمستر بس، بعدين كتير سهل انك تلاقي هالبوزيشنز هدول، مثلا research assistant او teaching assistant، انك تساعدي تدرسي مواد هنيك حتى قبل ما توصلي لأمريكا. في ناس ممكن تاخد هالبوزيشنز هدول وتاخد scholarship. للبي اتش دي اسهل من الماسترز، بس كمان الماسترز لهم فرص كبيرة، بيكون في candidates حسب انت مثلا معدلك بالجي ار اي، معدلك بالتوفل، معدلك بالجامعة، تساعي مقابلة مع الدكتور تبع المادة اللي بدك تساعديه بتدريسها، أو مع الدكتور بدك تساعديه بالريسيرش بالأبحاث، وعلى أساسها بتنقبلي. فغالبا الطلاب بيطلعوا لهون على أمريكا بيتكلفوا أول سمستر تقريبا 10,000 ل 15,000 دولار، وبعدين بياخذوا scholarship عن طريق هدول البوزيشنز. عظيم جدا. إذا في طريقة أن الشخص يقدر يمول نفسه وحتى يطلع مصاري يعني لحياته ويعيش عيشة يعني كويسة حتى أثناء دراسته. أوكي، حلو كتير. هلا بعد ما درست الماجستير كيف فكرت أنك تبحث عن وظيفة بوادي السيليكون؟ كيف كانت رحلتك؟ الصراحة ما كان التارجت الأساسي وادي السيليكون. أكيد وادي السيليكون حلم لكل الناس يعني اللي بيشتغلوا بالتك. كان في كتير companies، في كتير شركات كبيرة بتشتغل بمجال الـ AI، وفي startups كمان كتير مشهورة وناجحة. فصراحة كان إنه كنت عم أقدم بطريقة يعني إني لدرجة إني وصلت، لا لدرجة إني وصلت أفقد الأمل. فتواصلت بعدين مع شخص كان يشتغل معي باللاب وقت كنت research assistant بالجامعة. كان عم يشتغل بشركة اسمها مايديا هون بسيليكون فالي. تواصلت معه إنه عندكم positions، عندكم positions بالشركة، لا حتى internship، ما بدي يعني full time job، أول شيء ممكن بلش internship. فقال لي إيه، وفعلا سبحان الله توفقت وقدرت أوصل يعني لوادي السيليكون عن طريق هالإنترنشيب. بعد الإنترنشيب حبوا شغلي وأنا كمان حبيت الشركة، فاستمريت معهم فول تايم. هلأ صار لي تقريبا شيء 3 سنوات، 3 سنوات ونص عم اشتغل مع الشركة، وحمد لله هلأ I'm leading a team يعني of three، يعني من intern ل لأني قود مثلا فريق صغير بالشركة. كانت حمد الله توفيق وتيسير من الله يعني أول شيء، وتاني شيء الجو العام هون بيساعد، يعني من لما يكون التيم حباب ومتفهم وعم يشتغلوا مع بعض كعائلة، والمانجر تبعك كمان supportive بيدعمك وهيك، I think هي شغلة كتير مهمة كمان لما الإنسان يدور على شغل، وبس يدور على اسم الشركة الكبيرة. لأنه أحيانا في ناس، وأنا بعرف كتير قصص هون، أنا بشتغل بشركة كبيرة مثل ما بدي أذكر أسماء، بس شركات كبيرة من أكبر شركات بالعالم، وما لهم مبسوطين لأنه التيم تبعهم في ضغط كتير، ما عارفانين تارجت، المانجر ما له سبورتيف، بس حابب يبرهن نفسه أو يفرض شخصيته على التيم بدل ما يحقق هدف معهم. فهي شغلة كتير مهمة كمان. النقطة اللي بدي ركز عليها انه بطريقي لهون لسيليكون فالي او لحتى الاقي شغل، رح توصل لنقطة تي اس دي، او رح توصل لنقطة انه يكون كتير صعب عليكي نفسيا وعم تفكري بالموضوع وهيك، بس دائما بالنهاية يعني بس توصلي للشي اللي بدك اياه بالاصرار وبالعزيمة، يعني بتقولي يا ريتني ما أكلت هم، يا ريتني ما
ما فتت حالي، فوتت حالي بحالة نفسية يعني سيئة. فإن شاء الله بس بدأ شوية جهد شوية جهد. الشيء الثاني اللي بدي أركز عليه إنه connections، دائما حاول reach out، حاولوا reach out، حاولوا to شوفوا مثلا مين الناس اللي درسوا معكم، مين الناس اللي يشتغلوا معكم بالشركات من قبل، تواصلوا معهم قولوا لهم إنه أنا عم دور على شغل. كمان LinkedIn كتير ويب سايت مهم، إنه تفوتي تبحثي عن ناس بنفس مجالك، نفس دراستك، درسوا معك بنفس المكان، تتواصلي معهم، وهذا اللي ساعدني إني أوصل لشغلي. قصدك انه هدول الناس ممكن هن يساعدوك انك بانهم يعملوا ريفيرال لك او ريكومنديشن لك بالشركه. صحيح صحيح 100% بالفعل. هلا شو هو البوزيشن تبعك بالشركه؟ قلت لي انك عم تقود فريق من 3 اشخاص، فريق ابحاث. ايه الشركة مايديا هي شركة تقريبا فيها أكثر من 100,000 موظف حوالين العالم. بتشتغل بتصنيع الأدوات المنزلية. الماركت تبعنا هو الصين، يعني هن تقريبا الشركة رقم 1 أو 2 حسب نوع الأدوات المنزلية بالماركت الصيني. المكتب تبعنا بسيليكون فالي متوجه أكثر للأبحاث، بحيث إنه عنا برودكتس عم نحاول نسويهم، نضيف الطبقة الذكية على البرودكتس. مثلا خليني أضرب لك مثال، مثلا عنا روبوت كلينر، مثلا بنحاول نخليه يكون ذكي أكتر، مثلا إذا لقى غلط على الأرض مثلا يحاول ما يدفشه، يحاول يتجنبه. مثلا عنا كمان الاير كونديشنرز التجاري اللي بيتركب بالشركات والمصانع، في عليهم كاميرات مثلا، نحاول عن طريق الكاميرا نفهم الانفايرمنت، نفهم كم حدا بالغرفة مثلا أو بالمصنع متواجد، ونضبط درجة الحرارة بالمكيف والاي سي حسب عدد الأشخاص بالغرفة مثلا. فعم نحاول نطور البرودكتس عن طريق الريسيرش تبعنا، ونضيف الطبقة الذكية. سؤال، شو الفرق بين الريسيرش بالشركة والريسيرش بالجامعة؟ يا صح. يعني الفرق اللي بيناتهم هو انه بالجامعة رح يكون عندك ريسيرش، هو لحتى مثلا تطوري على شيء او تحسني على ميثود معين او شيء نظري اكثر. بالشركات لا، عندك برودكت، عندك منتجات، عم تحاولي تشوفي شو اخر التكنولوجيز، شو اخر الابحاث، وتضيفيها وتعملي لها adapt أو تغيري فيها أو تحاولي تطبقيها وتنزليها على المشكلة اللي عندك بالبرودكتس، أو تحاولي تطوري على البرودكتس الموجودة عندك. فهي أنا بالنسبة إلي حسب الشخص، في ناس بيحبوا النظري أكتر، في ناس بيحبوا الأبستراكت things أكتر. بالنسبة إلي بحب الشيء التطبيقي، يعني بحب إنه ريسيرش تبعي بالماركت، الناس عم تستفيد منه، الناس عم تستخدمه كل يوم بحياتها. سو حسب توجه الشخص. كمان يلي عم يشتغلوا بالنظري هن عم يشتغلوا على شيء الشركات كمان رح تاخده وتحطه بالبرودكتس بالنهاية. بس انا بشوف القصة، يعني بحب اكون اكثر قريب للبرودكتس، افهم الماركت، افهم البزنس اكثر. في ناس لا، ما بيهمني شو الماركت شو البزنس، لا بحب اشتغل بالنظري، طور على ميثود معين، طور على طريقة معينة، ساينس معين، هيك شيء. هلا هو بالنهاية يعني بمجالنا ما في حدا، يعني لو كان عم يعمل ريسيرش بالجامعة ما فيه يكون كتير نظري، لأنه بده بالأخير يعني بده داتا سيت يعمل تيستينج عليها، يعني حيكون عنده شوية انجينيرينج، شوية شغل عملي خليني أقول. بس يمكن مثل ما قلت بالشغل بالشركة بيكون في عندك real testing، يعني مع customers، مع product واضح، مع فيك تشوف نتائج أكثر ماركت وهيك، بدك تبلش الماركت الكاستمرز. يا صح 100%. أنا حابة هلا أسألك شو هي النصائح اللي بتوجهها لشخص حابب يحصل على وظيفة بالكمبيوتر فيجن ان جنرال، يعني أو بالسيليكون فالي. تمام.
هلا الكمبيوتر فيجن هي شغلة ما لها منفصلة عن السوفت وير انجينيرينج. يعني أنا برأيي الشخصي إنه لحتى تكون good computer scientist أو good computer vision scientist لازم في قسم السوفت وير انجينيرينج، الالجوريثمز، الداتا ستراكشرز، لازم تكون قوي فيهم كمان، لأنه رح تحتاج كتير تبرمج شغلات، رح تحتاج تساوي مثلا بروجرامينج كتير. لحتى تقدمي على وظيفة لازم أول شيء تقوي حالك، أو لازم بشكل عام الشخص يقوي حاله بهالقصص. في ويب سايت اسمه ليد كود، هذا كتير مهم بهالقصص للتحضير للمقابلات. في أسئلة problem solving فيك تكتبي فيه بأي programming language، يعني ما في it's not specific program language يعني you have to use. بعدين في مسائل حسب الشركات، مثلا إذا أنت عم تقدمي على شركة جوجل في أسئلة لجوجل خاصة، يعني الناس شو سألت من قبل، فيك تشوفي الأسئلة اللي سألت من قبل وتحاولي تحليها على ليد كود. الشيء الثاني هو إنه كيف تتعامل أثناء الانترفيو. ففي cracking exactly الكتاب المشهور هذا بيعلمك كيف تتصرفي أثناء الانترفيو كمان، إنه مثلا ما تتمي ساكتة حتى لو أنت عم تفكري بشيء، حاولي دائما think out loud، دائما تكوني engaged مع الانترفيور. فلو شغلات مهمة كمان بالنسبة للكمبيوتر ساينس، لازم تكوني محضرة حالك منيح للبايثون، للسي بلس بلس، هذول لغات برمجة كتير مهمة بهالمجال. فريم ووركس مثل تنسر فلو، باي تورتش، هذول كمان باي تورتش من فيسبوك، تنسر فلو من جوجل، هذول فريم ووركس كتير مهمة إذا بدك تشتغلي بوزيشن كمبيوتر ساينس أو AI بشكل عام. في كورسز على كورسيرا إذا بده الواحد يطلع أكثر على هالمجال. I think حتى يعطوا certificates مثلا computer vision, machine learning، هالقصص هاي. هلأ ما بعد الانترفيو كمان إنه كيف أنت تعرفي قديش الراتب مناسب بالنسبة للبوزيشن والخبرة تبعك. في ويب سايت كمان كتير مهم لازم أذكره اسمه levels.fyi. بتحطي له شو الشركة مثلا، شو ال years of experience، قديش عندك خبرة، وين اللوكيشن، بأي مدينة، وبيعطيك قديش الرينج تبع الراتب الريزنبل. هلا الرواتب هون بالسيليكون فالي هي ما لها مثلا راتب ثابت وبس. في عندك راتب ثابت، في عندك ستوكس، أسهم كل سنة بيعطوك إياها، أو مثلا على مدة 4 سنين بيعطوك أسهم بالشركة. ففي كتير في كتير تيرمز بقصة الراتب، لازم تفهميها قبل ما تكوني وصلتي لمرحلة الأوفر حتى فعلا تاخدي حقك يعني بهالموضوع. كتير مهم كمان تركزي على أنا مثلا شو البوزيشن اللي عم أقدم عليه، اللي هو سينيور، اللي هو جونيور، حسب الاكسبيرينس تبعك لازم تدوري شو البوزيشن المناسب، وتحاولي كمان مع الريكروتر ومع الاتش ار تقولي بدي هذا البوزيشن لانه هذا بتناسب مع الاكسبيرينس تبعك. هي شغله كمان انه تفهمي شو عم يصير بالشركات. في ويب سايت اسمه بلايند، هذا بتشتركي بيشتركوا فيه الناس عن طريق البزنس ايميل تبعهم. ما فيك تشتركي فيه او تشتركوا فيه بالايميل العادي تبعكم، لازم يكون الايميل هو ايميل شركه. فبتلاقي ناس فايتين من فيسبوك، من جوجل، من امازون، كل الشركات الستارت ابس عم يحكوا عن مشاكلهم، بيحكوا عن جو العمل، طبيعه العمل، كيف فيك تناقشي الراتب، كيف فيك مثلا تدوري على تيم مناسب لك، لانه مثل ما ذكرت من قبل التيم شغله كثير مهمه. اسم الشركه مهم، بس كمان بدك تلاقي التيم مناسب متفهم، المانجر الكويس، البوزيشن المناسب لك.
هاي الشغلات اللي بنصح فيها لما الواحد عم يحاول يقدم على انترفيو أو عم يحاول يلاقي شغل سيليكون فالي أو مجال الكمبيوتر ساينس بشكل عام. طب ممكن تحكي لي شوي انك كيف تقضي وقتك جوا الشغل او برات الشغل؟ ككمبيوتر ساينتست هلا كتير مهم إنه تنمي على اطلاع بالريسيرش، يعني دائما بالمجال تبعك أو بالشي اللي عم تشتغلي فيه تحاولي دائما مثلا تقري أبحاث. في conferences كتير مهمين بينشروا أبحاث بالكمبيوتر فيجن، CVPR، ICCV، هدول الكونفرنسز يحاول الواحد دائما يتابع الأبحاث المنشورة فيهم. هي قصة دائما يكون الواحد على اطلاع بشيء جديد. دائما كمان بقضي وقتي مثلا عم حاول موديل تريننج، يعني عندي داتا سيت بعمل analyzing للداتا اللي عندي، بعمل cleaning للداتا، بحاول حسن الداتا اللي عندي بحيث انه لما أدرب الموديل ما لاقي كتير مشاكل. بعدين بعد ما تدربي الموديل أو الموديل الـ AI موديل اللي عندك ككمبيوتر فيجن أو NLP أو anything، you have to analyze the failure cases. يعني you run on the testing dataset على الموديل تبعك، تشوفي الـ accuracy، تشوفي شو المشاكل، تحاولي تحسني بالداتا، تحسني بالموديل لحتى تقدري طلعي نتائج كويسة. أغلب وقتنا ماله programming، ماله إنه نقعد نبرمج، أغلب وقتنا عم نحاول analyze issues و train models و follow up مع الأبحاث الجديدة. طيب أنا عم بنهاية هالمقابلة، أنت حابب تقول أي شيء؟ يعني شكرا كثير على المقابلة، شكرا إنه استضفت. بتمنى تكون المقابلة مفيدة للناس اللي عم يستمعوا. أنا آسف إذا بدر مني أي غلط أو أي شيء، يعني نحن بشر بنغلط. كمان بحب دائما أقول للناس إنه لا تتم بالكومفورت زون تبعك. إذا أنت مبسوط بوضعك الحالي بس بنفس الوقت ما عم تتطور، دائما حاول تلاقي تشالنج جديد بحياتك على الصعيد الشخصي، على الصعيد المهني، دراسة جديدة، مجال جديد عم تتعلمه، دائما حاول تتطور وبالتوفيق إن شاء الله للجميع. شكرا كثير لك، والله يعطيك العافية، جزيك الخير على المعلومات المفيدة بصراحة. النقاط هيك كان في عدة نقاط أثرناها بهاي المقابلة، وبتشكرك وأتمنى لك كل التوفيق. الله يعافيك، بالتوفيق إن شاء الله كمان للجميع. مع السلامة، شكرا.